يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام ولكن تختلف شرائعهم. بلا شك هذا صحيح، أن دين الرسل الإسلام وهو التوحيد الخالص لله عز وجل، تختلف شرائعهم لحاجة الناس، لأن حاجة الناس تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فلذلك ينسخ الله جل وعلا ما يشاء إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقيت إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تغير. نعم.